الله الرحمن الرحيم هذا كله قالوا بعد كده سكيرا ايها الاخوه في ابي الجمعيه جمعيه ابراهيم الدين الاسلامي اكيد يا جماعه انا قال يا جماعه ابراهيم الدين نيابه عن الامام العام فضيله الشيخ امام الاتهامي ايتي يا هواي امام الدعوه مرتي ها متى نكي يقول قال رحيكم قاهلا السلام من الله تعالى عليكم ورحمه الله وبركاته انك الله لا لا ايتي نيتا قال بينك كوابي خطبه عيد الفطر الله أكبر 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 كبيرة كتبي فو الله على هذا جل الحمد لله العظيم أدوك فلا باب الله نعبد ونستعينه أدوك فلا الناس ويقولون ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن بعد لا يلي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان بسم الله الرحمن الرحيم بارك وتعالى في القران المجيد وكذلك الفرقان الحميد القران يا تجا اياك جار الا ولنكبر الله ولا ما دانا دين الاسلام ولكما دوك فلا وندا لري ولا لنا نشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة ولله الحمد على هذه الأيام لا جايني وكذلك عن عيد الفطر في هذا العام لا جايني يدي سيجا جايتنا وعيد عز نال في أذن الكبير لا إذا جواننا يدنا رتب جلا عند وفاة الشخصان في هذه الجمعية لما ذهبكنا هذا سي أولنا رنا لري أودع صفق لا روا شخصان البارزان في هذه الجمعية المؤسسة الكريمة أعلن جوان لأي أو يلا لم يجتوا والله نحن سنين يا ربنا أولهم أنا أكون فضيلة الشيخ بابا أجبني الأجم الألوسيجي بابا عبد الواسع الألوسيجي شيخ عبد الواسع الألوسيجي الألوسيجي قد انتقل إلى جوار ربه وأنا أجبس وكان متمسك في الدين لما كان في قيد الآيات بابا وإما جوان بلاي وإباي وإسيني وإفيسي والله أعز أذن كبير إليني إتي أرنق لكوك علي وأذن الثاني بازني إدار النقبة لك وأميد هذه الجمعية هون بابا واجدا ننو جماعة برعان دي الشيخ عبد الكريم يوصله بابا عبد الكريم الذي هو بنفسه دخل إلى جوار ربه تاوانا جبس واجوبا وقدو الله تبارك وتعالى يرحمهما عاش عزيكو إيد يا الله وقم سيباتيا ويناورهما في دهية بالبهاء قول الله قبعة تمالا سهلا ومجيدي فمن يعمل مثقال ذرة في آيات القرآن الكريم يا واجاما ويقيد بيانك نيطبا ستكرم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هي تبع جاور لباس يريد وجه الله لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد صدق يا في الله ودعا الوقت في جلال بآياته والذكر الحكيم لانه ايا القران ناتي قران تجا يا قدر انه تعالى جواد كريم مالك يرد الرؤوف الرحيم ابا ترى ترى ابا لك ولي ابا جواد الله اكبر لا اله الا الله وصدق يا ذي الله الله اكبر كبير الله ابعث من جلال لقد تم شهرنا شهر رمضان لقد تم شهرنا شهر رمضان رمضان ايه اجب نقول ايه هذه يا صنع ياتي هديه الله انعمنا الله انعمنا الله نقاي فيا بالي الله انعمنا الله لاكمال 30 ايام انا سيدي رفوها لربي اري
وكل عام وانتم بخير. والسلام من الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.